التعجيل بتعديل النظام الداخلي للبرلمان لتوسيع صلاحيات النواب وإعادة بناء العلاقات بين الكتل النيابية ومكتب البرلمان، وكذا إعادة ترتيب العلاقات مع الحكومة وآليات تمرير القوانين والمبادرات النيابية، هي أبرز ما يطلبه النائب البرلماني من تعديلات على النظام الداخلي المسير للمجلس الشعبي الوطني. النظام الداخلي يعني كل النواب في انتظار، وهو أمر لابد منه، لكن احنا خلال هذا السنة يعني قمنا بالمصادقة والمناقشة على 35 مشروع قانون، وذلك حتى تواكب الدستور الجديد اللي هو 2020. لهذا أنه لابد علينا أنه نظامنا الداخلي أيضا يواكب الدستور، ونتمناه أنه في خلال السنة البرلمانية 2022-2023 يكون النظام الداخلي للمجلس معدل وفقا للقانون العضوي والدستور الجزائري الجديد 2020. تعديلات وإصلاحات مطلوبة تتماشى ودستور 2020، فيما يبقى مربط الفرس في تسوية قضية الغيابات بعدما صارت الكراسي الشاغرة سمة المجلس الشعبي الوطني. النواب له الحق الكامل في انهم يطالبوا بتعديل نظامهم الداخلي، خاصه وانه نظام صدر سنه 2000، ولم يطرأ لي اي تعديل رغم التحولات والتغيرات التي حصلت في البلاد. فكان لزاما او يجب ان يتاقلم او ينسجم هذا النظام مع مقتضيات الدستور الجديد، دستور نوفمبر 2020، وكذلك ينسجم ايضا مع القانون العضوي لنظم الانتخابات، وكذلك القانون العضوي اللي يحدد تنظيم الشعب الوطني والمسؤولون وعمله والعلاقات الوظيفيه بينهما وبين الحكومه. ولكن قبل ان نعدل النظام الداخلي لابد ان نعدل القانون العضوي الناظم للعلاقات الوظيفيه بين الشعب الوطني والمسؤولون والمحددين للعلاقات الوظيفيه بينهما وبين الحكومه. تعديل النظام الداخلي ينتظر منذ 25 سنة، بات حتمية في هذه العهدة التشريعية لسد الثغرات التي ميزت العهدات التشريعية السابقة لتحديث العمل التمثيلي والنيابي للغرفة التشريعية الثانية ومواكبة التطورات التي تشهدها البلاد.